تنذكر بان الشركه الجهويه نتاع الخدمات بدات الاشغال ديالها فعليا فاتح اكتوبر من هذه السنه، وهي كما تتعرفوا يعني الشان ديالها هو تدبير قطاعات ديال الماء والكهرباء وتطهير السائل على مستوى الجهه. الان حنا تنتواجدوا بمدينه سطات، والحمد لله تم تدشين في هذه الصبيحه محطتين متنقلتين على مستوى مدينه سطات اللي غادي يمكنوا لنا من تزويد المدينه بما حوالي 6 لتر في الثانيه، وبالتالي غادي نعزوا يعني الصبيب اللي تتوجه للشبكه ديال الماء على مستوى مدينه سطات. بطبيعه الحال هناك مشاريع اخرى اللي تدخل ايضا في هذا السياق ديال هذه المحطات المتنقله لتحليه المياه. هناك تقريبا الحمد لله واحد الانجازات هامه اللي تم يعني الاتمام ديالها، وهي تقريبا تتعطينا واحد الصبيب ديال حوالي 42 لتر في الثانيه، بالتالي هناك واحد الصبيب اجمالي حنا تنشتغلوا فيه 48 لتر في الثانيه، بقات لنا واحد 6 لتر في الثانيه باش نساليوا هذا المشروع ونعزوا كما قلنا القدرات ديال الصبيب اللي غتمكننا من تعزيز القدره يعني الانتاجيه وبالتالي التوزيع على مستوى مدينه سطات والاقليم بصفه عامه. هذا ماشي هذا هو المشروع اللي عندنا، عندنا مشاريع اخرى هامه على مستوى هذا الاقليم احنا تنشتغلوا عليها الان مع تنسيق تام مع السلطات المحليه ومع السيد العامل والجميع باش ان شاء الله نخرجوها في الوجود عما قريب، وبالتالي غادي نعزوا يعني الاستثمارات على مستوى هذا الاقليم اللي تتخص بطبيعه الحال هذه المواد الحيويه ديال الكهرباء وتطهير السائل والماء الصالح للشرب عما قريب باش ان شاء الله نوصلوا للانجازات اللي عندنا مرتقبه في هذا الاقليم. وشكرا. هذه المحطه كتعمل على المعالجه ديال المياه بدايه من الترشيح الاولي باستخدام مرشحات ديال الرمل وكذلك الخرطوشات وصولا الى نظام التناضح العكسي اللي هو تقنيه جد متطوره. هذا المشروع يندرج في اطار المشاريع لمواجهه الاجهاد المائي واللي سوف يسهم في استخدام واستغلال المياه الجوفيه المعالجة لإنتاج الماء الشروب. ولا يسعني إلا أن أوجه كل الشكر والامتنان لكل وجميع الأطراف التي ساهمت في إخراج هذا المشروع وإنجاحه، وعلى رأسهم السيد عامل إقليم سطات وكذلك السيد المدير الجهوي للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، ساعية من الله أن يوفقنا إلى كل ما فيه خير لوطننا الحبيب. وشكرا لكم.